ننتقل حضرات السادة المشاهدين إلى ملف آخر، الملف اليمني، إذ أعلن الجيش اليمني استعادة غرفة عمليات الميليشيات الحوثية شرق اكتاف بمحافظة صعدة. وكانت قوات الجيش اليمني قد حررت مواقع جديدة من قبضة ميليشيا الحوثي في محافظة الضالع جنوبي البلاد، وأسفرت المواجهات عن مقتل وإصابة عدد من عناصر ميليشيا الحوثي بالإضافة إلى مصادرة أسلحة وذخائر. هاتفيا ينضم إلينا الآن من عدن السيد صالح بعوذل، الكاتب والمحلل السياسي. سيد صالح، أهلا بك على إكسترا نيوز من القاهرة. أهلا أهلا وسهلا فيك. العمليات العسكرية مستمرة في الأراضي اليمنية، ولكن المعركة الأهم لتحرير الحديدة لا نسمع الكثير من الأخبار عنها. هل توقفت تلك العملية؟ هل فقد التحالف العربي والقوات اليمنية من الجيش اليمني أي أمل في تحرير الحديدة بعملية عسكرية؟ مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. لم يفقد التحالف العربي ولا القوات الحكومية الأمل في تحرير ميناء الحديدة واستعادة ميناء الحديدة، ولكن هناك التحالف العربي أعلن أكثر من مرة أنه ترك المجال للحل السياسي في اليمن على أمل أن يوافق الحوثيون على ما وقعوا عليه في آخر مشاورات بين الحوثيين المدعومين من إيران وبين الحكومة الشرعية التي يدعمها عبد الرب منصور هادي. فالتحالف العربي أعلن أكثر من مرة أنه يدعم الحل السياسي في اليمن لإنهاء الحرب واستعادة السلطات الشرعية لسيطرتها على كامل التراب اليمني وخاصة محافظات اليمن الشمالية التي يسيطر عليها حلفاء إيران. بالتالي ما يحصل في الحدود هناك عمليات صد تقوم بها القوات الحكومية، القوات التي تقاتل في صف الحكومة الشرعية ومدعومة من التحالف العربي، تقوم ب تصدي الكثير من عمليات الهجمات التي شنها الحوثيون الذين رفضوا ولم يوافقوا على الهدنة المعلنة، أيضا تنصلوا من تنفيذ اتفاقية السويد التي وقعوا عليها آخر الشهر أواخر العام الماضي. بالتالي ما يحصل اليوم أنه القوات الحكومية وقوات التحالف على هبة الاستعداد ل التوقل واستعادة ميناء الحديدة عسكريا. هناك حصل عملية تركيب لهذه القوات، هناك القوات هذه أخضعت لفرصة عمليات مشتركة وهي على هذه الاستعداد، لكن هناك التحالف العربي ترك والحكومة الشرعية ترك المجال للحل السياسي وانتظار ما ستصدر عنه جهود المبعوث الأممي سيد مارتن جريفيث. سيد صالح، هناك عمليات عسكرية أخرى في محافظة صعدة وفي محافظة الضالع، حتى الآن لم تسفر هذه المواجهات عن القضاء على الميليشيات الحوثية في باقي المدن. متى ستنتهي هذه المعارك ومتى سيتم إعلان القضاء على ميليشيا الحوثي على الأقل في هذه المحافظات مثل صعدة والضالع؟ الانتباهات المشتعلة في الضالع وفي صعدة مع المتمردين الحوثيين. إذا نظرنا إلى معارك الضالع هناك القوات الحزام الأمني والقوات الجنوبية بمختلف تشكيلاتها تحقق انتصارات نوعية كبيرة جدا، وقد أصبحت على مقربة من محافظة إب الواقعة وسط اليمن. الانتصارات النوعية التي تحققها القوات استعادت من خلالها العديد من البلدات الريفية وأيضا من المواقع الاستراتيجية، وألحقت خسائر أعتقد أنها الأكبر في صفوف ميليشيات الحوثي على مختلف الجبهة. بالنظر إلى الوضع في محافظة صعدة المعقل الرئيس للمتمردين الحوثيين، هناك عمليات نوعية تخوضها قوات الجيش المدعومة بمسنودة بقوات التحالف العربي، سواء بالطيران الذي يبسط مواقع المتمردين أو أيضا بالقوات البرية السعودية التي تمتلك مدفعية طويلة المدى تقصف من خلالها مواقع الحوثيين. هناك أيضا أعلن الجيش الوطني عن استعادة قصة عمليات في محافظة صعدة وتحديدا في بلدة كتاف شرق المحافظة، وأيضا هناك عمليات لطيران التحالف العربي استهدف بلدة حوت وهي المعقل الرئيسي لزعيم المتمردين الحوثيين. فبالتأكيد هذه العمليات وإن كانت بعيدة عن الإعلان
نوعا ما، لكنها عمليات نوعية وتحقق انتصارات كبيرة ضد الحوثيين الذين باتوا يعانون من ارتباك كبير جدا، باتوا يبحثون عن انتصارات ولو إعلاميا بشن هجمات متقطعة على مواقع القوات التي ترابط في ميناء الحديدة. هناك أشكالية أخرى ربما هي ساعدت الحوثيين في الصمود طوال هذه الفترة وطوال هذه الأشهر الماضية من العمليات العسكرية، وهي أنه الكثير من القوات العسكرية التي تقاتل في صف الحكومة تتبع أطراف سياسية لها أجندة أيضا إقليمية تقف إلى جانب الحوثيين، وأيضا تقف إلى جانب الحوثيين وقطر، يتحالف مع قطر. هذه القوات التي تتبع تيار الإخوان المسلمين كان لها أنها ساعدت الحوثيين في الصمود طوال هذه الأشهر الماضية. أخيرا سيد صالح، هناك دعوات من قبل الغرب والولايات المتحدة الأمريكية لتشكيل قوة دولية تكون موجودة في الممر الملاحي المقابل للأراضي اليمنية لتأمين الملاحة، هل تستفيد اليمن بشكل أو بآخر من وجود هذا التحالف الدولي إن تم؟ أعتقد أنه من المهم يعني تواجد تحالف دولي لحماية إيران، أصبح خطرها الآن يهدد المنطقة برمتها، هناك تهديدات تقوم وهناك بعث الفعل. إيران قامت بعمليات ضد سفن الملاحة في مياه الخليج، والتحالف موجود، هذا التحالف بالتأكيد يستفيد منه اليمن، يستفيد منه أيضا المنطقة برمتها، هذا تحالف الذي في حد من خطر إيران، ولكن لا ينبغي الركون على هذا التحالف، يجب أن تكون هناك عملية حسم للمعركة في اليمن، يجب أن يعود الحوثيون على الأقل إلى قاعدة، يعني يتم عزلهم في محافظة قدا بدلا من تركهم أو ترك التحالفات السياسية التي بدأت تمد يدها لهذه الميليشيات، سواء عن طريق التحالف مع القوى التي القوى او ادرع قطر في اليمن. فبالتالي لا يجب ان يكون على هذا التحالف الدولي، يجب ان يكون هناك حسم، يجب ان تتظاهر ان يتم اكمال تظهير محافظات شمال اليمن التي يسيطر عليها الحوثيون لحد ايران من شكل نهائي من اليمن وقطع يدها بشكل نهائي. سيد صالح بوعوضل الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من عدن، أشكرك شكرا جزيلا، والشكر موصول لكم حضرات السادة المشاهدين، ألقاكم على رأس الساعة في موجز إخباري جديد.